هذا وكانت وكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية قد كشفت عن حضور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني اجتماعا أمنيا عراقيا بدلا من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ما شكل مفاجأة للمسؤولين الحاضرين. ظهور سليماني مجددا في المشهد العراقي يبين مدى ضعف وكلاء إيران في المنطقة وقلق إيران من خسارة نفوذها بحسب مراقبين. حركة الاحتجاجات في العراق ولبنان استفزت إيران وصدمت وكلاءها في المنطقة. تطورات دفعت بذراع إيران في المنطقة قائد فيلق القدس قاسم سليماني للتوجه إلى بغداد كي يترأس اجتماعا أمنيا بدلا من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ما شكل صدمة للقادة الأمنيين الذين حضروا الاجتماع وفق ما كشفت عنه وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، التي ذكرت أن سليماني حرص على طمأنة القادة الأمنيين قائلا إن إيران تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التظاهرات متعهدا بقمعها. تقرير الوكالة أشار إلى أن اليوم التالي لزيارة سليماني للعراق كان دمويا بامتياز، فارتفع عدد القتلى من المتظاهرين إلى أكثر من 100 مدني مع استخدام قناصين مجهولين لاستهدافهم. ظهور سليماني مجددا في العراق للإشراف على إنهاء الحركة الاحتجاجية يظهر مدى القلق الشديد الذي تعاني منه طهران خوفا من خسارة نفوذها في المنطقة بسبب عدم قدرة وكلائها على الحفاظ عليها سواء في بيروت أو بغداد وفق الأسوشيتد بريس. عثمان عمر، العربية. المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد عاصمة العراقية يوم 31/10/2019، والناس صوت واحد، الشعب ينادي بالروح بالدم بالديك يا عراق.